أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الأستاذ. مساء الفل والجمال على عيونكم. النهاردة هيكون معانا فقرات متنوعة كالعادة، وعايزة أقول لكم إن أول فقرة معانا هنبدأ بالفقرة الرياضية، ويكون معانا ضيف حاجة آخر رياضة وفتنس يعني على الآخر. فخليني بس في البداية أرحب بزميلتي هبة. إزيك يا هبة، عاملة إيه؟ الحمد لله. النهارده هيكون معانا شاب طموح قدر يوصل لاحلامه، ورغم كده ما نسيش فضل قريته عليه، وجه معانا النهارده عشان يناقش مشاكلها ويحاول يقدم لنا حلول ليها. انا مش هتكلم عنه كتير وهسيبكم تسمعوا منه هو اكتر. تعالوا بينا نتعرف النهارده معانا على كابتن محمود سمير. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا فندم. عايزينك تعرفنا بقى عن نفسك اكتر. انا اسمي محمود سمير عبد الحميد، ابن محافظه اسيوط مركز القصيه، قرية بني إدريس. لاعب كرة قدم وطالب في الجامعة الأمريكية، بدرس في الجامعة الأمريكية. محمود، طيب قول لنا بقى أنت إزاي كده بدأت في الكورة؟ عايزين نعرف بقى معلومات أكتر. والله نشأتي كانت في نادي الوصية العريق، طبعا نادي بلدي. بدأت نشأتي في نادي الوصية، بعدين تدرجت في نادي أسمنت أسيوط برضه عندنا في المحافظة. احد اكبر انديه اسيوط وكده برضو الاسمنت. بعدين جالي كلمني واحد وكيل لاعبين وكده، قال لي في حد اتكلم عليك رشحك انك تلعب في النادي الاهلي وكده، فقال لي تروح تعمل فتره معايشه معاهم هناك وكده. فروحت يعني، وكان مرشحني الكابتن ماهر همام، كان في كلام من ناحيه الكابتن ماهر همام. بس ففي الفتره اللي انا فيها دي فتره معايشه، رحت هناك في فتره المعايشه حصل عندي رباط صليبي في الركبه وكده، فبعدني شويه عن الملاعب. الله يسلمك. بس فبعدني شويه عن الملاعب، رجعت اتعالج تاني وكده عشان ابدا من جديد. فبعد ما اتعالجت قعدت فتره اتعالج، رحت نادي الترسانه. بعدين كان في مشاكل برضو في نادي الترسانه بالنسبه للمغتربين، سكن المغتربين، وكانت في مشاكل ماليه في الفتره دي. بس فبطلت برضو فتره، حصلت معايا ظروف شخصيه وكده، بطلت، بعدت عن الملعب برضو فتره، بدات اتعالج وكده برضو من ركبته وكده، وان شاء الله قريب ان شاء الله هرجع يعني باذن الله. ترجع تاني يعني ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طب محمود، انا شايفه ان انت مجال دراستك تجاره وجامعه امريكيه، مع ان انت موهبتك كانت في الكوره اكتر، ليه بعيد عن موهبتك وقررت تدخل في مجال التجاره؟ والله هي كانت امنيه لوالدي ان انا احققها له كده، ان انا ادرس كليه التجاره وكده. فدايما بيكون هدفنا ان احنا نشوف الوالدين عايزين ايه وكده ونسعدهم يعني. فانك تحقق حلم والدك او ابوك وامك يعني ده اكيد بيبقى يعني قمه السعاده بالنسبه له وكده. فدخلت جامعه اسيوط كليه التجاره، تدرجت في جامعه اسيوط وكده، فبعدين دخلت جامعه امريكيه. ده طبعا ما اثرش عليك في الكوره في حاجه؟ لا، هو كان دايما بيديني دافع ان انا احاول استثمر وقتي للحاجات اللي هي المهمه. تمام. يعني احاول اخد الطريق اللي انا عايز اوصل له كده، فاستثمر وقتي في حاجات معينه يعني، ما اضيعش وقت وكده يعني. فانت لما بتستثمر وقت بيكون عندك فرصه كبيره يعني انك توصل للي انت عايزه، او بيكون حاجه افضل. طيب محمود، انا عايزه بص بقى نتكلم في حاجه تانية. بالنسبه انت في الجامعه الامريكيه وكده، الناس معتقده ان الناس اللي هي من محافظات الصعيد والكلام ده مش قليل قوي ما بيشاركوا في الجامعه الامريكيه، فبيكون في نظره كده مختلفه. انا عايزاك بقى من خلال تجربتك تقول لنا رايك في الموضوع ده. والله هي فكره غلط اصلا، لان كل الشباب كل واحد على حسب طموحاته يعني. ممكن أيوة يعني مش تحت شرط ان واحد من الصعيد يدخل جامعه امريكيه مثلا تبقى حاجه مثلا عاليه او كده، لا، ما في كل واحد على حسب طموحاته يعني. بالزبط. في ناس برضو بتبقى جنب الجامعه الامريكيه بس ما بتعرفش تدخل الجامعه الامريكيه، فبيبقى كل واحد على حسب طموحاته. فبالعكس في طبعا يعني اكيد انت طبعا لما تكون متميز ومثقف طبعا اكيد انت تشارك قوي. وفي ناس تدخل كتير يعني في اسيوط مواهب كتيره جدا ونماذج مشرفه جدا لشباب طموح وشباب عالي جدا يعني. ف قصة الجامعة الأمريكية دي يعني على حسب طموحك يعني، إنك تدخلها بتكون هدف أنت حاطه قدامك كويس، زي ما أنا حطيت هدف قدامي وفضلت يعني كان من 2013 إن أنا بسعى إن أنا أدخل الجامعة الأمريكية وكده، والحمد لله يعني. يعني كنت أنت من الأول أصلاً نفسك تدخلها؟ نفسي أدخلها، كان حلم بالنسبة لي من الأول خالص يعني إن أنا أدخلها حتى على البوابة كده، مش إن أنا أدرس فيها. دخلتها وأدرس فيها الحمد لله يعني بفضل من ربنا يعني، الحمد لله رب العالمين يعني. ربنا يوفقك يا محمود. بالظبط، هو فعلاً مش بالمكان يعني، إحنا شفنا علماء وناس كبيرة كتير أصلاً مؤذر
انشاها ما كانش من القاهره، كان من المحافظات. بيتفوقوا على يعني ممكن حد من المحافظات الثانيه يتفوق على حد من القاهره عادي. طبعا طبعا بتبقى بس قدرات الواحد الهدف اللي هو عايز يوصل له ايه، ما تخليش سقف لطموحاتك، دايما تفتح السقف بتاع طموحاتك. والله الجمله دي جميله. احنا دلوقتي معانا صور كابتن محمود برده على الشاشه عشان نتفرج عليها. طب محمود ممكن بقى تقول لنا الصعوبات اللي واجهتك بما ان انت في كوره وكده، فما بيكونش في اهتمام كبير بالرياضه، فانت ازاي قدرت تتغلب على الصعوبات اللي كانت بتواجهك هناك؟ هي من اهم الصعوبات اللي واجهتني كان ما فيش مركز شباب في قريتي، يعني ده من اهم الصعوبات اللي انا واجهتها. يعني في يعني مركز شباب في قريتي ما فيش، يعني مركز شباب. القريه ايه والمركز؟ القريه قريه بني ادريس والمدينه الوصيه، فبعيد عني شويه، فانا كنت سن صغير ف يعني عملت معايا مشاكل كتيره بالنسبه للمسافه، فما فيش مركز شباب عندنا في القريه. فاعتقد لو في موجود مركز شباب يعني هيوفر كتير للشباب اللي طالع، يعني وفي مواهب كتيره جدا في البلد عندنا في قريه بني ادريس. يعني مواهب بسم الله ما شاء الله، يعني محتاجه ان هي تتشاف، محتاجه فرصه. طبعا محتاجه فرصه طبعا. طيب محمود، وانت ليه ما طلبتوش يعني منهم ان هم يعملوا لكم مركز شباب مثلا؟ والله احنا اتكلمنا في موضوع مركز الشباب مع المسؤولين ورد علينا، قالوا لنا لازم تكون في القريه املاك دوله. ما فيش في القريه املاك دوله. فطب ما فيش في القريه املاك دوله، يعني المفروض يكون في حلول ثانيه. يعني في معانا رجل اعمال برضه ممكن يعني يساهم في الموضوع ده، يعني في ارض وكده، فممكن الحكومه تساهم معاه ونعمل مركز شباب. يعني هو ممكن موجود معنا في المداخله التليفونيه يعني. تمام. يعني المفروض الحكومه تحاول تساعد في موضوع زي ده، او اهل البلد حتى لو يلموا تبرعات من بعض، لان بجد الرياضه مهمه جدا للشباب، بتبعدهم عن حاجات كتيره غلط، بتبقى تفريغ للطاقه. ماشي، هو ما احنا اتكلمنا في المشوار ده، ما انا بقول لك يعني في واحد راجل اعمال في القريه يعني مستعد انه برضه يساهم يعني مع الحكومه. يعني حاولتوا ان انتوا يعني تساعدوا في الموضوع، بس أكيد محتاجين اكيد دعم مهما كان الامكانيات اللي انتوا هتحطوها، لكن برضه انتوا محتاجين دعم من الحكومه بحيث ان تطلعوا حاجه كويسه. اكيد اكيد. بس ف يعني يعني زي ما بيقولوا ايد لوحدها ما بتسقفش، فالحكومه مع المساهمه مع القريه هنقدر ان شاء الله نوصل لحل. يعني زي ما جد العمده برضه الله يرحمه كده وعمده البلد برضه متبرعين بمدرسه ومتبرعين برضو يعني مستشفى برضو على الارض بتاعتهم. يعني في ناس في البلد بسم الله ما شاء الله ناس مشرفه يعني من جميع العائلات ومن جميع الفئات، يعني عندهم استعداد ان هم يعملوا طبعًا اي حاجه، طبعًا البلد كلها هم يوصلوا لهم عايزين. طبعا البلد كلها يعني متقبله الموضوع ده، وكله عايز يساهم وكله عايز يعمل حاجه يعني للبلد، يعني البلد كلها. يعني دي خطوه كويسه جدا. اكيد، بس ما فيش يعني ما فيش حد من المسؤولين بيتواصل معانا برضه. يعني احنا يعني عادي في تبرعات وفي كده، بس ما فيش حد برضه من المسؤولين واقف ولا يتكلم معاك. في تكاسل في المسؤولين شويه. محمود، احنا عايزينك بقى تكلمنا شويه عن بني ادريس القريه بتاعتك. احنا عرفنا ان في الفتره الاخيره دي مشاكل كتيره فيها، خاصه في ناحيه الرياضه، ان في مشاكل في نادي الاصيه، فممكن تكلمنا بقى عن المشاكل الموجوده دي؟ مشاكل القريه ولا مشاكل المركز؟ النادي، المشاكل الموجوده في النادي. هو مبدئيا مشاكل النادي يعني في مشاكل كتيره جدا في النادي. اولا الارضيه بتاعت النادي لا تصلح انك تمشي عليها، مش تلعب عليها ماتشات، فبالتالي النادي الفرقه بتاعت نادي الوصيه بتروح تتاجر ملاعب تاني عشان تلعب عليه ماتشات، ومفيش دعم برضو مادي من المسؤولين وكده. وزي ما انا قلت لحضرتك انه الكابتن احمد سعد ورئيس مجلس الاداره بيحاول على قد ما يقدروا بيصرفوا فلوس من جيبهم، واللعيبه عشان بيحبوا البلد ورجاله، فما بيوصلوش لحته المبديات. بس في ناس بتبقى زي نظام احترافات، يعني في لاعب بيبقى محترف جاي لك من بلد تانية مغترب، فبيبقى محتاج ماديات، بيبقى محتاج اي حاجه تساعده بيها وكده برضو، عشان بالنسبه يعني للحياه معاه وكده. اكيد. ففي اقتراحات كتير يعني موجوده لنادي الجوسيه وكده. بس طب احنا معانا مداخله، فهناخدها بعد كده نسمع منك الاقتراحات على طول. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. معانا الحاج عبد الحميد. الحاج مرزوق. مرزوق عبد الحميد. مرزوق عبد الحميد، ممكن بس تعلي صوتك؟ اتفضلي. اصل انا سايق العربيه، معلش معذره يعني. اتفضل كابتن محمود. مع حضرتك. محمود سمير ابن اخويا يعني محمود. مرحبا يا حاج. يا محمود، ازيك يا حوض؟ الحمد لله. عم عامل ايه، اخبارك؟ بخير والله يا كابتن، انت عامل ايه والدنيا معاك عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين. اولا كل سنه طيب. وانت طيب. كنا بنتكلم على موضوع المركز الشباب عندنا في القريه بالنسبه للشباب في القريه. محمود، ما احنا بقالنا حوالي عن 3 سنين واحنا نحاول، وانا عرضت عليهم ارض من عندي وكنت هتبرع بجزء، لكن للاسف
بلا جدوى، ورحنا لمركز شباب الرياضه، ورحنا لرئيس مجلس القريه بالقوصيه، وحاولت بس للاسف وقلت لهم هديكم من عندي ارض وخذوا جزء بثمنه وجزء انا اتبرع بيه بحيث ان نعمل حاجه للشباب بلا جدوى لحد وقتنا هذا محمود. تمام، يعني انت موافق انك تتبرع وكده يعني تساهم معانا؟ انا ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله. انا رحت وكان معايا الاستاذ مكارم عبد السلام ورحنا المجلس وقلت لهم اتبرع بجزء انا بحيث نعمل حاجه للقريه اللي منهاره ديت، وعايزين مكتب بريد وعايزين حاجات كتير. احنا مش بس مركز شباب، ما عندك المدارس كلها عندنا، احنا عملنا المدارس وديت بتبني على راس الارض عندي تبرعات، المساجد كلها عندنا تبرعات. للاسف احنا ما عندناش املاك دوله في القريه، فيعني نعتبر مقتهدين. تمام خلاص، فانا ما عنديش مشكله يا محمود. انا لو 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 القى مساهمه جديه انا ما عنديش مشكله، الارض موجوده ويساهموا هم بجزء، مركز الشباب يساهم بجزء او اي حد متبرع يساهم بجزء وانا بجزء، ما فيش مشكله عندي. طيب يا حاج مرزي، انت ممكن يعني ممكن تقدموا طلب لوزاره الشباب ان انتوا عندكم الارض وعندكم الامكانيات ان انتوا تفتحوا المركز؟ حضرتك مركز الشباب عايز ياخد الارض اللي تخصه كلها او اغلبيتها مجاني، بس مين هيعمل كده؟ انا فرد في قريه، فرد في قريه لما ساهم انا ب 200,000 او ب 300,000 جنيه دي مش شويه، ده مقدرتي علشان خاطر محمود وعشان خاطر الشباب دي اللي عايزه تطلع لقدام. فده اللي اقدر عليه، لما يكون القريه فيها 3,000 نسمه وكل واحد يساهم ب 50 جنيه بس، مش ب 100,000 ولا 200,000، ب 50,000 بس هتبقى حاجه. لكن للاسف طب يعني حضرتك يعني ممكن تتبرع بجزء قد ايه وممكن اهل البلد يساعدوا في تبرعات الجزء اللي فاضل؟ والله انا من 300 متر ل 400 متر ما عنديش مشكله، والمتر عندي ما يعادل 3,000 جنيه، انا ما عنديش مشكله. يعني اخش لي انا في حكايه 500,000 جنيه تبرعات انا ما عنديش مشكله. طيب المشكله تعتبر محلوله، يعني انتوا ممكن تعملوا مركز بسيط في البدايه وتقدموا الطلب واهل البلد يساهموا. القريه كبيره حضرتك، القريه كبيره وما فيهاش حاجه للشباب نهائي، ولا صاله رياضه ولا مركز شباب ولا ملعب كوره ولا اي حاجه ولا جيم ولا اي حاجه فيها القريه، ومكتب بريد ابسط الامور، مكتب بريد المسنين حضرتك بيسافروا حوالي عن 2 كيلو عشان يقبضوا معاشات. فعندنا نقص جامد واحنا واخدين القريه المثاليه من 10 سنين لورا. لكن للاسف يعني انتوا يا حاج مرزق يعني دلوقتي حضرتك عندك الاستعداد انك تشارك بجزء من الاستعداد والارض موجوده، اساهم باكبر جزء ممكن اقدر عليه. طيب النواب بتوع مجلس الشعب النايبين عن القريه بتاعتكم مالهمش اي دور في الموضوع ده؟ وعندنا مدرسه دلوقتي اعدادي بتتبني عندنا على راس الارض دي اللي انا بتكلم فيها، يعني برضه المدرسه وشباب المدرسه عايزه حاجه زي كده، ومحمود بيحاول وبيحارب كتير وهو برضه رياضي من الدرجه الاولى، كوره او جيم او كذا، يعني هو رياضي وشاب مجتهد وعايز يعمل حاجه. لكن ما فيش المثل البسيط بيقول ايد لوحدها ما بتسقفش، يعني ما بالظبط كده. اكيد مش كله هيكون عليكم برضو الله في دور للدولة. انا مش متاخر في اي حاجه، وصوتي لمحمود وبنضم لصوت محمود، انا معاك يا محمود في اي حاجه تعملها. تمام ان شاء الله يا حاج مرزوق، احنا بنوعدك بعد الحلقه هنتواصل مع وزاره الشباب وان شاء الله يعني يكون في تطورات ونلاقي حل للموضوع ده. اي وقت امضي لهم عقد انا مستعد، مفيش مشكله. تمام، بتشرفتنا يا حاج مرزوق. الله يكرمك، الله يكرمك، وبرضو محمود ربنا يساعده ويقويه. شكرا يا حاج، شكرا. ده نموذج من نماذج البلد حضرتك والبلد كلها كده. صراحه يعني حد ايجابي جدا كل اللي سمعناه ده من خلال المداخله. حضرتك البلد كلها عندنا بنفس النوعيه كده، كله عايز يعمل حاجه للبلد وكله يعني البلد كلها يد واحده، بس ما فيش حد يتواصل معانا حضرتك. ان شاء الله ان شاء الله بعد الحلقه يعني طلب هيوصل ان شاء الله. قالت ان هم يتواصلوا. طيب انا عايزه اقول لك على حاجه دلوقتي، هو من خلال المداخله وضح ان في مشكله في البريد. تمام. كلمنا بقى عن المشكله دي اكبر، ايه بقى المشكله؟ مشكله البريد احنا لما ناشدنا المسؤولين قالوا جهزوا مكان عشان نعمل في البريد. جهزنا المكان، رجعوا تاني قالوا وفقا للقواعد واللوائح وكده بتقول ان لازم
ما يكونش بين بريد والبريد 5 كيلو مسافه، تكون اكتر من كده عشان يتعمل بريد. عملوا مقايسه، لقيوا البريد الثاني اقرب من يعني قريب يعني اقرب من خم مش اقرب من 5 كيلو مسافه. من 5 كيلو. تمام. بس فقالوا ما ينفعش وكده وفقا للقواعد واللوائح والدنيا دي. طب شوفوا لنا حل تاني، يعني احنا في ممكن مسؤول يروح يخلص الورق، يعني يحددوا يوم مسؤول يخلص الورق ده كله في يوم للناس، لان في القريه بتاعتنا ناس مسنه كتيره جدا وبتقبض معاشات وبتاع، فبيبقى تعب عليهم يعني. للاسف يا استاذ محمود برده هي بتكون قوانين ولوائح لازم البلد بتمشي عليها، بس هو ممكن انتوا تحاولوا بقى تساعدوا اهل البلد ان انتوا توفروا لهم وسائل نقل للمكان ده تكون سهله. طب ماشي، ما هو لازم يكون في حلول برضه، يعني لازم تكون في حلول برضه. هو قانون معاه. قانون البلد بيكون ماشي عليه، مش يعني هو ما ينفعش يتخطى القانون ده عشان خاطر قريه. تمام. طب ما لو خصصوا مسؤول واحد هيعمل حاجه، يعني لو خصصوا مسؤول واحد يلم الاوراق دي بتاعت المسنين يوم واحد بس، احنا مش محتاجين غير يوم واحد في الشهر يلم الاوراق دي بتاعت المسنين وبتاع، وانا كشخصيا ممكن اخد الاوراق دي واديها بنفسي يعني كشخصيا، وتخلص الاوراق ويقبضوا المعاشات ويبقى موضوعه مشكله واتحلت يعني. مش هم دلوقتي يعني لو في حل اكيد هم هيسمعونا وهيحاولوا ان هم يعني اكيد. وبالنسبه للاناره برضو عندنا في الشوارع في القريه، ايه بقى مشكله الاناره؟ الاناره ما فيش اناره جدا في القريه، تدخل القريه بالليل ما فيش اناره خالص في العمدان وكده. يعني عايزين العواميد اللي هي بتكون لان قريتنا اساسا المفروض ان ندخلها طاقه شمسيه. تمام. بس ما فيش اناره وما فيش اهتمام برضو بموضوع الصرف الصحي. في اماكن راكبه فيها صرف صحي وفي اماكن مش فيها صرف صحي في البلد، يعني في ناس يعني البلد داخلها صرف صحي بس في اماكن معينه الثانيه مش داخلها صرف صحي، فالناس بتعاني يعني في القريه. احنا برضو في طريق عندكم معروف للناس اسمه طريق الموت. والله انا كنت حابب ان انا اتكلم على الطريق دي، طريق اسيوط. طريق الوصيه اسيوط. طيب. وطريق القصيه مير اللي هو الطريق المودي للدير. ايه بقى المشاكل اللي موجوده في الطرق دي؟ والله في مشاكل كتير جدا. هو خلال الفتره الاخيره السنتين في يعني السنتين السابقين دول ماتت ظهرت شباب البلد يعني فيها، ففي اهمال جدا والناس بتسوق بسرعه عاليه جدا، فالمفروض يكون في حل يعني يخلوا سير رايح وسير جاي هيوفر كتير، وبعدين في امكانيات ان يحصل كده في الطريق، يعني الطريق واسع. يعني الطريق لو اتظبط وبقي فيه سير رايح وسير جاي هتقل الحوادث هتقل المشاكل شويه طبعا. مفيش حتى اشارات مرور في الطريق؟ هو في على فترات بعيده حضرتك يعني في على فترات بعيده بس هم المفروض يعملوا طريق رايح وطريق جاي، يعني الطريق تسمح بكده يعني في امكانيات بكده. وطريق برضو مير اللي هو الطريق المؤدي للدير من القصيه لمير، الطريق المؤدي للدير مهمل جدا برضو، يعني بتحصل عليه حوادث كتيره جدا مسمينهم طريق الموت، يعني زارت شباب البلد راحت يعني اكتر من 30 شاب رايحين في حوادث في السنتين اللي فاتوا. ولا حتى بيعملوا مطبات مثلا بحيث ان العربيات حتى اللي جايه سريعه جدا ان هي تبدا تهدي السرعه بتاعتها. بتحصل في مطبات بس في طرق معينه وفي في حوادث معينه بتحصل فيها الحوادث دي كلها، فليه ما يخلوش طريق رايح وطريق جاي يعني. وناس كتير اتكلمت في المشوار ده وناس كتير عانت لان البلد فقدت ناس ظهرت شبابها يعني اعمار 25 سنه 26 سنه في خلال السنتين اللي فاتوا اكتر من 30 شاب. معانا اتصال من الكابتن احمد سعد المدير الفني لنادي القصيه. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا كابتن احمد. كابتن محمود مع حضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه وبنسلم على محمود وربنا يوفقه ان شاء الله. الله يخليك كابتن احمد. سلام طيب. وبالف خير. طيب الله يبارك فيك. كابتن احمد كنا عايزين نتكلم عن المشكله بتاعت نادي الوصيه، في مشاكل كتيره في نادي الوصيه ف والله يعني انت حضرتك هتوضح بالتفصيل يعني. احنا عايزين حضرتك بقى يا كابتن تقول لنا ايه المشكله ومطالبكم. عندنا عندك فريق في الدرجه الاولى بيلعب، ما عندناش اي نوع من انواع الموارد، وعندنا ملعب في اول البلد في احسن حته في البلد، لكن للاسف الشديد عندنا مشكله مع مركز شباب الوصيه ان هم دايما بيقولوا ان الملعب بتاعنا واحنا بنقول الملعب بتاعهم، وانا بقول لحضرتك ان الملعب ده مش بتاع حد، الملعب ده بتاع القصيه وبتاع اهل القصيه، واحنا على فكره السنه دي بنلعب يعني هو اصلا في الاساس مركز شباب ولا نادي؟ لا احنا عندنا هيئتين نادي ومركز شباب والملعب واحد. الملعب واحد من عشرات السنين، الملعب واحد والملعب المفروض يتصلح ويتعامل له موارد، وعندنا الامكانيه لكده، وعندنا ناس بتحب الكوره، عندنا جمهور غفير بيحب الكوره وبيروح ورانا في كل حته. احنا السنه اللي فاتت صعدنا ترقي ممتاز به بدون اي موارد، لكن للاسف الشديد بنواجه مشكله مع اداره مركز شباب الوصيه ان هم دايما بي 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 بيقولوا ان الملعب بتاعنا ومش قادرين نصلحه،
واحنا بنقول ان الملعب ده مش بتاع حد، الملعب ده بتاع اهل البلد، واحنا ممكن نتعاون ونحط ايدينا في ايدين بعض عشان نطلع ملعب بشكل كويس ونطلع فريق بشكل كويس. واحنا الحمد لله بقول لحضرتك احنا من خلال ثلاث سنين صعدنا للطريق ممتاز به، وكنا متصدرين السنه اللي قبل اللي فاتت المسابقه، وبطوله الاسيوط صعد على حسابنا الممتاز ده. فظل ان بطوله الاسيوط طبعا فرق امكانيات رهيب جدا، لكن الحمد لله رب العالمين احنا السنه دي برضه بننافس وبنقاتل عشان اهل بلدنا عشان نصعد ان شاء الله باذن الله. طب انت شايف ايه الحلول اللي ممكن تقدمها وتساعد بيها النادي ان هو يتطور عن كده؟ الحل بسيط، ان السيد المحافظ والسيد اعضاء مجلس الشعب يعملوا لنا التوافق بيننا وبين اداره مركز الشباب لحل المشكله البسيطه جدا. مشكله بسيطه لان الملعب زي ما بقول لحضرتك مش ملعب بتاع، مش بتاع حد، الملعب ده بتاع الاصوليه، بتاع اهل الاصوليه، ولا بتاع النادي ولا بتاع مركز الشباب. يا كابتن احمد، هو حضرتك او حضرتك كابتن احمد ما حدش اتكلم على الارضيه بتاعت الملعب ان هي غير ادميه خالص لا تصلح للعب؟ الارضيه كارثيه، يعني الارضيه احنا السنه دي بقول لحضرتك احنا خدنا ملعب بيروت، لان الارضيه لان ما فيش، بقول لحضرتك مش مدينا فرصه ان احنا نصلح الملعب، فالارض صعبه جدا. فلذلك برضو اضطريت ان انا اخد ملعب بيروت وبنلعب على ملعب نادي بيروت لان الارض صعبه جدا. انا بقول لحضرتك المشكله سهله، لو احنا اتفقنا هنصلح الملعب بسهوله والملعب يبقى بشكل هايل، وعندنا ناس تصلح وعندنا ناس تشتغل، لكن هم واقفين ضدنا في حكايه تصليح الملعب ديت، وان هم بيقولوا الملعب بتاعنا، واحنا لو صلحنا احنا الملعب هيبقى احنا ايه؟ قلنا الملعب بتاعنا، وانا بقول لك الملعب مش بتاع حد، الملعب بتاع البلد ممكن نصلحه بسهوله. طب يا كابتن احمد، انا كنت عايز اكلمك في اقتراح كده، لو المدرجات خلف المدرجات لو اتفتحت محلات بطول الملعب وعرض الملعب. ده انا بقول لحضرتك لو احنا اتفقنا وتوافقنا مع بعض المدرج ده هيتعمل محلات بشكل هايل جدا، وهيكون عندنا موارد هايله جدا نقدر نشتغل بيها. يعني انتوا فكرتوا في الخطوه دي ان انتوا تعملوا محلات بحيث ان تسدوا؟ عشان يبقى في اكتفاء ذاتي. المحلات عندنا دراسه جدول حمام سباحه، عندنا دراسه جدول لحديقه اطفال، كل ده موجود. لو اتفقنا هنقدر نعمل طرح كبير في نادي الوصيه يريحنا من اي، احنا ماشيين حضرتك بالتبرعات والمجهودات الذاتيه، يمكن كابتن محمود عندك يحكي لك ازاي احنا شغالين خلال ثلاث سنين. يعني طب ليه ما تكلموش رجال الاعمال الموجوده في البلد ان هي تساهم في تصليح النادي ويبقى ليهم نسبه منه بعد كده من الاشتراكات اللي هتيجي ليه؟ والله للاسف الشديد احنا طرحنا كل ده على 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 ناس كتير جدا، ولكن لسه لحد دلوقتي ما فيش اي استجابه من اي مسؤول، سواء رجل اعمال او اي مسؤول واحنا شغالين، للاسف الشديد. تمام، يعني ان شاء الله تلاقوا اقتراحات تانيه وحلول تانيه اسهل من كده طالما الموضوع صعب، لان الرياضه دي طبعا حاجه اساسيه في حياتنا كلنا. احنا نتمنى من الله ان احنا نشتغل وربنا يغفر باذن الله. والله هو طول ما انتوا فعلا يعني عندكم امل ان انتوا هتعملوا الحاجه دي، فانا شايفه خطوه ايجابيه جايه بصراحه. والله الحمد لله. فان شاء الله يتعاونوا معاكم. نشكر حضرتك ونشكر الكابتن محمود على المداخله دي. لا كابتن احمد، الشرف لينا كابتن احمد. شرفتنا حضرتك بالاتصال. توفيق ان شاء الله يا كابتن احمد. طيب محمود، نرجع بقى معاك تاني. عايزك تكلمنا بما انك شخص مثقف ويعني من الناس مثقفه جدا في القريه، فعايزك تقول لنا بقى المدارس، المدارس عامله ازاي؟ ايه احوالها هناك؟ والله عندنا المدارس، انا كنت عايز اتكلم في مشكله معينه في المدارس عندنا برضو. عندنا في مدرسه بني ادريس تمام، في تكدس في الفصول وكده، وفي اماكن ثانيه فاضيه مش مفتوحه. ولما خطبنا وزاره التربيه الاداره التعليميه في القصية خطبناهم انهم يعني يوزعوا الطلبه وكده على باقي الفصول الفاضيه، لان في تقدس يعني الفصل وصل 80 طالب، يعني تتكلمي في 80 طالب ومثلا في فصول وفي اماكن ثانيه فاضيه. في اماكن ثانيه فاضيه، لما قلنا لهم انهم يجوا يفتحوها كده تم الرفض. يعني طب فمش يعني عارفين ليه؟ طيب إيه السبب ان لا ما عارفينش لغايه دلوقتي ايه السبب. هل مثلا نقص في المدرسين، ولا في نقص ممكن نقص يعملوا انتداب؟ طب يعملوا انتداب من المحافظات الثانيه. طيب ليه ما حاولتوش مثلا، يعني ليه في نقص في المدرسين؟ في نقص عندنا في المدرسه في المدرسين، انا بقول لحضرتك في نقص في المدرسين. يعني اسيوط شوف بيتخرج منها كام واحد من كليه التربيه كل سنه. المفروض ان هي فرص العمل، توفر فرص العمل للناس دي، للشباب اللي بتتخرج جديد وكده، حديث التخرج، لكن مفيش توافق ولا في اهتمام ولا في يعني اي حاجه. يعني انا عايز اقول حاجه، هو يعني مفيش مدرسين ولا في مدرسين مثلا ومش شغالين؟ لا مفيش مدرسين، في نقص في المدرسين، في نقص في عددي في المدرسين. ما حاولتوش مثلا ان انتوا يعني يجيبوا مدرسين؟ في ناس كتير يا فندم مقدمه على فرص عمل وكده، بس ما حتى لو هم مش عايزين ناس جديده،
في مدرسين في القاهرة وفي محافظات تانية ما بيعملوش أي حاجة، عددهم زيادة في المدارس، ليه ما يوزعهمش؟ دي مشكلة وزارة التربية والتعليم، مش مشكلتي أنا، دي مشكلة وزارة التربية والتعليم مش مشكلتي أنا. أكيد طبعا الإهمال مش من عندهم. تمام، لكن الفصل عندنا 80 طالب، 80 طالب بالتكدس ده ممكن يجيب أمراض، يعني ممكن يجيب أمراض يعني مش هيحاولوا يتعلموا حاجة التكدس ده ومش هيعرفوا يتعلموا حاجة. ثلاث فصول يعني، في اماكن ثانيه فاضيه، طب افتحوا الاماكن الثانيه دي للناس للاطفال وكده، لان هدوء الهدوء والنقص العددي في الفصول بيدي الطالب يعني بيحضر الذهن بتاعه بيخليه يركز اكتر يعني. طب ليه ما يقسموش مثلا الدراسه على فترتين بما ان هم مش قادرين يجيبوا مدرسين؟ متقسمه على فترتين يعني، فترتين وكمان 70 طالب في الفصل. متقسمه على فترتين إيه يعني، الفتره الثانيه مثلا تبدا يبقى فيها برضه نفس ال 70 طالب. فتره ثانيه عدديه، انا بتكلمك على الابتدائيه دلوقتي. الابتدائي دلوقتي يعني متقسمه مثلا المدرسه يعني بيبقى الفتره الصباحيه ابتدائي والفتره اللي هي المسائيه بتكون اعدادي. انتوا عندكم نقص في المدارس نفسها؟ لا في مدارس، في مدارس عندنا بس. طب هو الفصول دي ما في فصول فاضيه يا فندم، يعني في فصول معموله فاضيه، دي معموله ليه؟ يعني انت مش هتحط فيها الطالب، انت قافلها. يعني الاداره التعليميه في الوصيه يعني رفضت ان تفتح الفصل. طب ليه؟ طب احنا عايزين نعرف يعني الاجابه ليه. طيب يعني هو متبين منظر كده بس ولا انتوا عايزين ان الطلاب دلوقتي يتوزعوا على الاماكن يتوزعوا المتاحة على الفصل الثاني ده؟ هيبقى في الفصل ممكن 40 45 هتبقى كويس يعني، عن 70 80 طبعا مقارنه ب 70، فاكيد النسبه هتبقى هيبقى كويس. بس فدي مشكله من اهم المشاكل يعني برضو الموجوده. طب احنا عايزينك تدينا كده شويه اقتراحات للشباب عندك في البلد، ازاي يقدروا يواجهوا مشاكل البلد دي، ازاي يتعاملوا معاها لغايه لما يتم حلها؟ والله في شباب في البلد عامة يعني، في مصر عامة طبعا الشاب المصري معروف بأن هو يعني طموح ومكافح عن باقي المواطنين عامة يعني. فبنصح الشباب عامة يعني تهتم يعني، الواحد زي ما قلت لحضرتك يعني يخلي السقف بتاع طموحاته عالي وما يقفلش السقف بتاع طموحاته، ويحط حلمه قدامه ويحاول يصلي يعني ويحاول يطور من نفسه ذهنيا وفكريا وكل حاجه يعني، وعلميا ورياضيا، لان الرياضه والتعليم هم اساس اكيد طبعا هم الشعوب يعني في اي بلد. استاذ كابتن محمود انت شرفتنا النهارده، واحنا كده وصلنا لنهايه فقرتنا، هنطلع فاصل صغير ونرجع معاكم نكمل بقيه فقراتنا.